أبناء الطلاب أسعد الله أوقاتكم أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في رحاب مادة التربية الإسلامية ودرسنا اليوم سوف يكون في مجال الفقه الإسلامي للصف الثاني الابتدائي وعنوان درسنا لهذا اليوم أحكام الوضوء هيا نشاهد هذه الصورة تماما انه حمد برفقه والده دخل المسجد لاداء الصلاه ولكن من منكم يحب ان يؤدي صلاته في المسجد وانا ايضا احب ان اؤدي صلاتي في المسجد ولكن ماذا علينا ان نفعل قبل ذهابنا الى المسجد عزيزي طالب ماذا عليك ان تقوم به استعدادا لدخولك المسجد بالتاكيد علي ان ارتدي الملابس النظيفه وكذلك علي ان اتطيب ولكن هناك امر في بالغ الاهميه قبل التطيب وقبل ارتداء الملابس النظيفه فما هو يا ترى احسنتم علي ان اتوضا وهذا ما سوف نبحث فيه ونتعلمه اليوم في احكام الوضوء قبل البدء في اهداف الدرس اوصيكم واوصي نفسي بالانتباه جيدا هيا نبدا أهداف درسنا لهذا اليوم ذكر أعمال الوضوء ذكراً صحيحاً، ومن ثم معرفة وتبيان فضل الوضوء من خلال الآية الكريمة "إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه حمد أهلاً بك يا حمد، هيا نرد التحية على صديقنا حمد، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، صديقنا حمد سوف يساعدنا في التعرف على خطوات الوضوء بشكلٍ صحيح، أليس كذلك يا حمد؟ صحيح، ولكن يا أصدقائي، لابد أن تعرفوا أنه يشترط في الوضوء الترتيب ودون توقف الى ان ننتهي من جميع الخطوات احسنت يا حمد اشكرك على هذه الملاحظه المهمه علي ان اقوم بخطوات الوضوء مرتبه ودون توقف لذلك سوف نلاحظ الان هذه الصور المرتبه والمرقمه لنحافظ على ترتيبها هيا بنا نتابع حمد في التعرف على كيفيه الوضوء وانت عزيزي الطالب تستطيع القيام بهذه الخطوات معنا هيا نبدا عند المباشره في الوضوء ماذا علي ان اقول احسنتم اقول بسم الله عند البدء بالوضوء اقول بسم الله هيا ننتقل إلى الخطوة التالية، ماذا يفعل حمد في هذه الصورة؟ تماماً، إنه يقوم بغسل يديه، أغسل يدي إلى الرُسغين ثلاث مرات، الرُسغين، وما هو الرُسغ؟ تماماً، انظروا إلى هذه الصورة، عند هذا السهم الاحمر هذا هو الرسغ احسنتم اعزائي الطلاب عند مفصل الكف هذا هو الكف عند مفصل الكف نسميه الرسغ اغسل يدي جيدا بالماء ولا ننسى ثلاث مرات هيا ننتقل الى الخطوه التاليه لاحظوا معي حمد يشرب الماء لا بالتاكيد انه يقوم بغسل فمه تماما اتمضمض ثلاث مرات ولكن ما هي المضمضه احسنتم المضمضه هي عمليه غسل الفم بالماء ومن ثم اخراجه احسنتم بارك الله بكم ولا انسى ثلاث مرات هيا نرى حمد ماذا يفعل مم. تماما انه يقوم بتنظيف انفه بالماء استنشق واستنثر ثلاث مرات استنشق واستنثر يا ترى ما هو الاستنشاق وما هو الاستنثار تماما الاستنشاق هو عمليه غسل الانف بالماء والاستنثار هو عمليه اخراج الماء من الانف استنشق واستنثر ولا انسى ثلاث مرات ننتقل الى الخطوه التاليه حمد بارك الله بكم احسنتم انه يقوم بغسل وجهي اغسل وجهي ثلاث مرات بشكل جيد وكامل الوجه اغسل وجهي جيدا بالماء ولا انسى بارك الله بكم ثلاث مرات ننتقل الى الخطوه التاليه ماذا يفعل حمد يا ترى تماما احسنتم انه يقوم بغسل يديه الى المرفقين ثلاث مرات ولكن يستوقفني هذا السؤال المرفق اين يكون المرفق هيا نلاحظ هذه الصوره مم؟ تماما لاحظوا معي عند هذا السهم الاحمر المرفق عزيزي الطالب عندما ابدا بغسل يدي ابدا من الاصابع الى المرفق لاحظوا معي هذا هو المرفق مره واثنتين وثلاث كلتا يدي ولكن باي يد ابدا ابدا بهذه اليد ام بهذه اليد سوف أساعدكم هيا نتذكر معا درس فضل التيامن الذي تعلمناه في الدروس السابقة أحسنتم أصبحت الإجابة بسيطة إذا يدي اليمنى أقوم بغسل يدي اليمنى تماما ارفعوا أيديكم هذه هي اليد اليمنى أغسل يدي اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ومن ثم يد اليسرى مثلها ننتقل الى الخطوه التاليه ماذا يفعل حماد تماما انه يقوم بمسح راسه بالماء امسح راسي مره واحده ركزوا معي مره واحده ننتقل الى الخطوه التاليه ماذا يفعل حمد انه يقوم بتنظيف اذنيه بارك الله بكم امسح اذني مره واحده ركزوا معي مره واحده ننتقل الى الخطوه التاليه ماذا ترى في هذه الصوره تماما حمد يقوم بتنظيف قدمه بالماء اغسل قدمي اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات ومن ثم قدمي اليسرى مثلها ولكن الكعبين باي جزء يكون الكعب لاحظوا معي هذه الصوره عند هذا السهم الاحمر هذا هو الكعب، بارك الله بكم. هيا ننتقل الآن إلى صديقنا حمد. أشكرك جزيل الشكر على مساعدتك لأصدقائنا في التعرف على خطوات الوضوء بشكل صحيح. العفو يا أستاذي، ولكن بعد أن أنتهي من الوضوء أقول.. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بارك الله فيك يا حمد، إنها ملاحظة مهمة جدا، أشكرك جزيل الشكر، إذا عزيزي طالب، بعد انتهائك من الوضوء عليك أن تقول: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين عزيزي الطالب هيا نكرر معا لكي تسهل عمليه حفظ هذا الدعاء اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أحسنتم أنتم مبدعون والآن عزيزي الطالب هيا نتعرف على فضل الوضوء وذلك سوف يكون من خلال هذه الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العظيم. من خلال هذه الآية الكريمة يتبين لنا فضل الوضوء في محبة الله تعالى للمتطهرين وكذلك مغفرة الذنوب وأيضا التعود على النظافة والنظام وما أجمل النظافة وما أجمل النظام أحسنتم الآن أعزائي الطلاب هيا نقوم بفتح كتابنا المدرسي عند الصفحة خمسين والسؤال رقم ثلاثة هيا هل أنتم جاهزون؟ هيا نبدأ. أملأ الفراغ بالكلمة أو العبارة المناسبة. عندي كلمات وعبارات سوف أضعها تمامًا في المكان المناسب. التوابين اليمنى بسم الله اليسرى. وعندي هذه الجمل. التي سوف اضع هذه الكلمات فيها الجمله الاولى اقول في اول الوضوء احسنتم اقول في اول الوضوء بسم الله اكتبها على السطر بشكل صحيح الجمله التاليه ابدا بغسل اليد فاليد تماماً أحسنتم أبدأ بغسل اليد اليمنى ومن ثم تماماً اليد اليسرى وننتقل الآن إلى الجملة الثالثة أقول بعد الوضوء اللهم اجعلني من ال... أحسنتم التوابين واجعلني من المتطهرين والآن عزيزي الطالب جاء دورك هيا وافتح كتابك المدرسي عند الصفحة تسع وأربعين لتقوم بحل التمرين رقم واحد واثنان وكذلك الصفحة واحد وخمسين لحل التدريب رقم خمسة عزيزي الطالب أشكرك جزيل الشكر على حسن متابعتك واهتمامك وكما بدأنا ننتهي بتحيه الاسلام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته